مو باين معك انه يلي عم تعمله جنان؟ وقف على الطريق وبده يشرب شاي. منيح اني لقيت هذا المكان، بحياتي ما كنت متخيل اني اعمل مثل هيك شغلات. شو هاد؟ صار مدمن شاي على حظي وجايبين له كاسة كبيرة كمان. يا ترى كم كاسة شربت؟ من وراكي رح يخلص الحديد من جسمي. ايه حلو المطعم، الشاي عندهم طيب غير شكل. مو طيب ومر ومو مختمر. عم يقول عن هالشاي طيب مع انه طعمته كتير سيئة. طيب صار فينا نقوم هلأ؟ ليش؟ لا سلامتك، بس في عندي أب لازم روح وأنقذه. شو نسيان انه عنا شغل كتير؟ أكيد ما عاد فيها تستنى أكتر. في شركة لازم تروح تسرقها، وهالشركة بتكون شركتي. لسه ما خلصت كاستي. يعني ناوي تقضي النهار هون؟ لأنه لازم روح على شغلي بسرعة. المدير تبعي كتير دقيق بمواعيده، بيحب الموظفين يكونوا على مكاتبهم بكير. صراحة هيك وسواسه وما بدي يجن علي. مو كأني أنا مديرك؟ غريبة كيف عرفت؟ برافو متوتر بيك، أنا معجبة كتير بذكائك. بما أنه هيك، وقت يجي على بال مديرك منمشي. أهلا وسهلا أمي. أهلين فيكي. رح تخلي حماتك على الباب؟ عفوا شردت شوي، تفضلي. سفر بالمطبخ عم ياكل. لا، لو اشتغلت 13 شغلة مو شغلتين ما رح أقدر أدفع الدين. شو ذكروا فيني هاد؟ يا ويلي. أخي طمني عنك، كيف هيك؟ هلأ كنت عم فكر فيك، بتعرف ابن الحلال عند ذكره بيبان. مزبوط، اليوم آخر يوم بالمهلة اللي عطيتك إياها. مصاري جاهزين؟ يعني تقريبا قسم جاهز. سفر أخي، عم بشتغل 3 شغلات ليل نهار ومع هيك ما قدرت جمع المبلغ. هيك لكان قصدك ما رح تقدر تدفع اليوم؟ شو يعني خلص نويت تقتلني؟ ليك اسمعني هلأ، لا تعذبني وتخليني يجي لعندك، احميل حالك وتعال عندي فورا. وانا بهذا الوقت رح كون عم فكر وين بدي حط الرصاصة فيك. يا ويلي، مين كان بيتوقع اني رح اموت بهي الطريقة؟ سفار ابني، شو هاد يلي عم تقوله؟ امي اللي انت ليش اخذت هذا الدين؟ مو اخذته مشان تشتري البيت؟ اصلا شو رح يكون غير هيك؟ طلباتك دمرت ابني على الاخر. شو عم تحكي حماتي؟ شو انا يلي قلت له روح خذ دين بالفايده؟ ليكي لا تخبصي بالحكي، صدقيني بكسر عظامي. امي نيجار، ما في داعي تتخانقوا، الدين ما كان من شان البيت. لكن من شان شو؟ من شان السفرة. من شان السفرة؟ يا ويلي، من شان السفرة؟
تعي عدي محلي. ليش؟ بدي عزبك رح نرجع نبدل المكان. الهواء وراي كتير قوي والشاي رح يبرد وما فيني اشربه. دخلك قديش سرعة الهواء يا خبير الأرصاد الجوية؟ كأنك عم تتمسخري علي؟ وحتى أنت كمان عم تتمسخر علي باللي عم تقوله. هي الكاسة تبعي؟ ما بعرف. واقف واقف، هداك الشاي إلي وهاد إلك. رح خلي الجرسون يبدلهم. لا تبدلي شي. لازم رد على هذا التليفون ضروري. ألو؟ مفهوم، أنا موجودة بالشركة هلأ. تمام، المسا بيكون بإيدك. إذا صار أي شيء على أبي صدقني ما رح خليكن عايشين. خلي هالشي ببالك. ممكن نمشي هلأ؟ نمشي، ما في مشكلة. ليش عم تتصل كتير؟ انتي شو لك شغل بالشركة؟ وقت ما رديت على تليفوناتي اضطريت اجي لهم. اسمعني، انا رح اشرح لك كل شيء. كل شيء؟ ايه، وحتى اني تأخرت. معناتها رح تحكي، رح تقول مالي قدراني اتحملك، وشو بعدين؟ شو؟ هون مكان شغل.
معناتها منروح منحكي بالبيت؟ أساساً هذا الغلط بلش من البيت ورح نحله هونيك. تمام، رجعي على البيت وبس ارجع منحكي بالموضوع. ما فيني استنى كل هالوقت، لازم احكي معك هلأ. اجيت أخذ ملاحظاتك على المشروع. بعدين يونجا، لازم أطلع. يلا تعالي. ابني سفر. خذ هدول ابني. امي بس لو تعرف قديش تعذبت لجمعت هدول المصاري. روح وسدد دينك وخلص حالك من هالمشكلة. انتو عم تحكوا جد؟ معقول نمزح بهيك شي سفر؟ معها حق، هيك قصص ما فيها مسح بنوب. يلا خدن. فكرت منيح اني ضل بلا مصاري احسن ما اني ضل بلاك انت. الله يرضى عليكي بنتي، تعالي خليني بوس جبينك. أهلا وسهلا. استنى دقيقة. خلينا نحكي بغرفة الضيوف. ليش؟ لأنه أنا مو بس رح أشرح لك، بدي إياك كمان تشوف الحقيقة بعيونك. شو؟ هاي لعبة جديدة؟ لو سمحت. مثل ما بدك، لنشوف آخرتها. وين هديك المرأة؟ مين أنت؟ أنا بكون أمها لزينب. وين هاي المرأة؟ زينب؟ مين زينب؟ هاي هي المرأة، ليكا، هاي اللي خطفت لي بنتي، مسكوها. مين هالمرة؟ سكوة! شو يلي عم بتقوله؟ هذا الشيء اللي كنت بدي خبرك فيه من فترة. خطفتيلي بنتي! يلا احكي بسرعة، وين زينب؟ لوين اخدتيها؟ احكي! اسمعني شوي. صح انا جبت زينب لهون، بس انا ماني خاطفتها، جبتها لهون مشان احميها منها. هالمرة بتكون مرت ابوها. هالمرة كذابة يا سيدي! يلا امسكوها، هي المجرمة خطفتلي بنتي! لا ما في هيك شيء، اذا بدك فيك تسأل زينب وهي رح تخبرك بكل شيء صار. زينب! زينب معلش تطلعي. زينب هي عم تكذب يا سيدي. زينب هي المرة خطفت لي بنتي. وينا بنتي زينب؟ شو عملتي فيها؟ وينا؟ وينا؟ صدقني هي المرة خطفت لي بنتي. ليك أنا جبت زينب لهون وخبرتها ما تطلع من الغرفة أبدا، بس ما أنا موجودة وما عم لاقي بنوم. زينب مو هون. زينب احكي بسرعة، شو عملتي فيها؟ زينب استني دقيقة، وقفي. وأخيرا خلصنا من هي الحية ورح تفوت على السجن لآخر عمرها. ورجيني كيف رح تنقذ حالها.
يعني انت بتعترفي انك جبتي هاي البنت لعندك؟ اي مزبوط، جبتها لعندي لانه كانت بحاجة للمساعدة وحتى بحاجة للحماية، ولهذا السبب جبتها لهون. تمام فهمت. اسمعني ليك، انا ما خطفت حدا، ما خطفت زينب صدقني. راح اقبض عليكي بتهمة حجز طفلة قاصر بدون اذن. تفضلي معنا. صدقني انا ما خطفت حدا وحتى ما عملت شيء سيء، والله انا ما عملت شيء، عم اقول لك ما خطفتها، مستحيل اعمل لها شيء سيء ابدا. ليش ما عم تصدقوني؟ والله العظيم ما خطفتها لزينب صدقني. استنوا اسمعوني، معلش تفهموني شو اللي عم بيصير. رح تعرف التفاصيل بالمخفر. ليش ما عم تصدقني؟ انا ما عملت شيء سيء، جبتها لحتى احميها بس. والله هذا اللي صار. هي المره كانت عم تضربها وانا جبتها لاحميها منها. ما راح تدوروا بالبيت، عملكم خطفت لي بنتي. زينب زينب وينك انتي؟ بحياته ما راح يخطر على بالي هالشي. برافو عليكي جيمري، برافو. لازم ننتبه لخطواتنا كتير منيح، لانه لو هالبنت الصغيرة بينت هي بمكان آمن وما راح تطلع منه حتى انا أأمر بهالشي. شو صار بموضوع زيادة التكاليف؟ رد عليكم الممول؟ رح يبعتولنا إيميل خلال ساعتين. تفضل. رئيس قسم المعلوماتية بعت لك تقرير متعلق بالبرمجيات الجديدة وبده إياك تراجعه. طيب ما في مشكلة، رح تستنيني شوي. ملف المناقصة هاد مهم كتير، ولهيك هو محمي برمز سري وصعب اختراقه. بعد ما تخلصي شغلك منه حطيه بالخزنة فورا، وخلي نسخة من المفتاح معك والتاني رح يكون هون. تمام كمال بيك. خليني روح، صار عندي شغل كتير. يعني الخزنة بغرفة الأرشيف والمفتاح هون. شو مغيرين نوع القهوة تبعكم؟ طالعة طيبة كتير اليوم. القهوة ما دخلها جيمري، السبب فيلم الأكشن يلي شفناه قبل شوي. معك حق، فيلم حلو كتير. أمي أمي وينك؟ سونا شوفي، لشو كل هالعياط؟ اجت الشرطة واخدت ريحان. كيف صار هالشي؟ كيف سمحتوا لهم ياخدوها؟ شو فينا نعمل؟ الخانم كانت مخبية بنت صغيرة قاصر بالبيت، وكان ممكن كلياتنا بالبيت نكون هلأ بالمخفر بسبب يلي عملته وبما فيهن أبوكي. وبصراحة منيح اللي انقضت هيك. فأنا كيف هيك ما حسيت عليهم؟ ليش ما فيقتوني وقت صار هيك شي؟ كان ممكن اتصرف. يا ترى انت هلا مقدره حجم الصدمه اللي صارت فينا ولا لا سونا؟ لهلا اعصابي متوتره، ادعي لي ما يصير لي شي من وراها. يا حرام يا سونا، عن جد بتزعلي. يعني لنفترض انه فيقناك، يا ترى شو كان رح يطلع بايدك تساوي سونا؟ وانا كمان ما صدقت ابدا بصراحه. انا ما عم افهم ليش لحتى ريحان تعمل هيك شي، بس قلبي عم يقول لي ورا هذا الشي اللي صار في قصة أو لعبة. يعني شو ممكن يكون جيمري؟ شو معناها إن تجيب طفلة على البيت وتخبيها فيه وبدون ما يعرف أي حدا حاجتك بقى؟ خالتي جاهدة، أنا بترجاكي، برأيي لازم نسمع ريحان بالأول. إيه صح أمي، لازم نسمع، هي ما عملت ذنب، أنا شاهدة. شاهدة على شو بنتي؟ لازم روح على المخفر بسرعة. وينه سفر؟ ما فيك تروحي بهالوضع، أعصابك تعبانة، مستحيل، ومو ناقصك أي توتر، بكفي. ليكي سونا، أمك معها حق،
يعني مستحيل تضل عندهم كتير لأنه رح تبين براءت عن قريب. صار لازم روح خالتي جاهدة، طمنيني عنا لا تنسي. ايه رايحة بس عقلي عندكم. طمني بالك حبيبتي جيمري، أكيد رح خبرك. يلا خليني وصلك. يا ربي شو بدي ساوي هلأ؟ ريحان بمخفر الشرطة وزينب مانا موجودة، أمنتني عليها بعدين كيف هيك اختفت؟ كيف صار هذا الشي؟ ما عم بفهم. كل اللي صار بسببي. ظفار بدي روح عندي غدا عمل، فينك تكفي هذا الملف؟ أنا؟ يعني هذا شغل يونجا، بس هي رح تكون معي بالاجتماع ولهي طلبت منك تكفي. تمام تمام، لا تاكل هم. هلأ استراحت الأكل، كلي وبعدين خلصي، مالي مستعجل. لا ما بدي أتغدى. عن جد؟ ليش؟ لأني مو جوعانة. متأكدة؟ إنك مالك جوعانة؟ إذا بدك تعالي معي وخلي يونجا هون. لا ماني جوعانة. ماشي. انتبهي على حالك، قصدي يعطيكي العافية، بشوفك. بشوفك. يلا طلعي من هاي الغرفة ولا تاخدي المفتاح. بتمنى ما تعملي يلي عم فكر فيه. لا تعملي هيك، اصحك. تعرفي انه خاب املي فيكي كتير؟ اذا الموضوع ما له ضروري بنحكي بعدين. فيك تجي على المخفر بسرعة عمي؟ الشرطة قبضت على ريحان. انت شو عم تحكي؟ شو في؟ مثل ما سمعت عمي، فيك تجي؟ تمام جاي فورا. تفضلي معنا. Thank you.
زينب. زينب وين رحتي؟ يا ربي وقف معها، هي هلأ وحيدة. حضرتك بتعرف انه هاي التهمة كبيرة كتير، وبنفس الوقت ما في دليل. بس كمال بيك، ام البنت هي اللي اشتكت عليها، وغير هيك ريحانة اعترفت انها اخذتها على قصر. يعني انت بتعرف القوانين ولها السبب. انتوا رح تحبسوها مو هيك؟ النيابة هي اللي بتقرر. وبصراحة وضع زوجتك القانوني مو منيح. امير، نحن لسه ما سمعنا ريحان، هلا رح يحققوا معه في كتير شغلات ممكن تساويها اهدى. أما أنا لازم أحكي مع أما بعد إذنك. طبعا، بس ما بعرف إذا كان رح يفيدك هالشي. قلبي عم يحترق على بنتي، بترجاكم روحوا لقولي إياها. طيب خلص بقى أهدي يا أختي. فيني أحكي معك شوي؟ ما عندي شي أحكي معكم يا مجرمين، أنتوا أخذتوا بنتي مني. نحن مقدرين زعلك، بجوز نقدر نوصل لحل إذا حكينا. إليلي، كيف تعرفتي على ريحان؟ أنا ما بعرفها أبداً، بس هي أخذت بنتي مني. كانت زينب جنبي لما كنا قاعدين باللجنينة، وبعدين رجيتها كتير وطلبت منها ما تأخذ بنتي مني، بس ما ردت وأخذتها. ما بعرف بشو خدعتها، بالمصاري أو بشي تاني. يلا روحوا قولوا لها هلأ، لو كان عندها شوية ضمير. بس لا تترك أم غرقانة بدموعها. زينب، زينب وينك انتي؟ زينب، ليلى، ناجي، الملف يلي بدهن اياه اخذته. برافو عليكي. يلا تعال. انتي ما رح تجي، انا بحل القصة. شو يعني ما رح اجي؟ من امتى كبرت وصرت تعطيني هيك اوامر؟ يلا تعال معي. الوضع كتير خطير، بلا ما تروحي. خلصني ناجي، ابي بايدهم هلا، وما رح ضل واقفه هون بدون ما اعمل شي. بركي حسوا على غيابك بالشركه، وقتها رح توقعي بمشكله. طلع في كتير شغلات مخباية ورا سكوتك هاد. زينب، في شي أخبار عن زينب؟ قلي وينها. أنت اللي جبتيها على القصر، ليش عم تسأليني لإلي؟ إيه أنا جبتها، بس طلبت منها ما تطلع لأي مكان. صدقني أنا هلأ ما بعرف وينها، هي بنت صغيرة. يا ربي بلكي صار علي شي. أنت مانك مصدقني؟ لأنك عم تقولي شي مستحيل تصدق بنوب. جايبة بنت صغيرة على البيت وفجأة بعدين بتختفي، وبتجي الشرطة لتدور عليها. ولا تنسي أما يلي قاعدة برا عم تبكي وعم تقول بدي بنتي. طبعاً كل هالشغلات ما حدا بيعرف فيها بنوب، حتى أنا.
صدقني كل همي كان اني ساعد هالبنت الصغيرة، بس كانت بوضع سيء كتير لدرجة ما كان فيني اتركها واحمل حالي وروح. اجيت لخبرك باللي صار بس ما قبلت تسمعني، اذا بتتذكر ما قبلت تطلع بوشي حتى. اشتريت هداك التليفون لزينب لتحاكيني اذا صار معها شي. صدقني زينب هربت من البيت لانه مرت ابوها كانت عم تعذبها. بس اما حالتها سيئة كتير وعم تبكي وما بدها شي غير تشوف بنتها. في ام بتعذب بنتها؟ كذابة كذابة بكل شي قالته. هي المرة كانت عم تخلي زينب تشتغل، كانت عم تتركها جوعانة لأيام وكانت تضربها طول الوقت. هالبنت راحت وعاشت بمكان سيء لدرجة ما كان في باب يتسكر علي مشان تهرب من هديك المرة لأنه كانت عم تعذبها. ليش لتروح بنت صغيرة مثلها وتتخبى بهيك مكان؟ بالأول ما كانت حابة تيجي معي على البيت لأنه كانت خايفة من مرت أبوها. وقت رحت لحتى أخذ زينب إجت هديك المرة وصارت تبتزني، لهيك سحبت مصاري من البنك وعطيتهم لهديك المرة مشان حاول أحميها لزينب. وقالت إذا ما عملت هيك رح تفضحني بالإعلام. صدقني هالمرة حكيت كلام سيء فوق ما بتتخيل. أنا شفت وشها الحقيقي اللي بخوف، والله العظيم شفته بعيوني. هالمرة ما أنا منيحة وما أنا بريئة. برأيك ما في أم بتكره بنتها، بس هي المرة بتكره زينب لدرجة كبيرة. صدقني أمير، كل شي خبرتك إياه هلأ مزبوط. طالما مزبوط خبري في الشرطة كمان، هنن رح يقدروا يساعدوكي، أنا ما رح أقدر ساعدك. رجاك ساعدني يا رب. بعد كل شي حكيته هو ما صدقني. معلم والله ما قصرت، فكرت ما رح تعملها. هاي هي بنتي، مستحيل تتخلى عن أبوها. الخطة ماشية منيح ناجي، يلا بيس الزر. شو اكبس؟ لازم كمال يعرف اللي صار فورا. يلا اتصل فيه وخلي يعرف شو عملت مربية بنته فيه. والله ما حدا نقشت معه على الآخر بهي الدنيا إلا ريحان. شو قلتي؟ مثل ما سمعت، الكل بطرف، وإني أخدم ريحان شغلة رح يطق قلبي منها، وبالوقت اللي كان لازم تكون فيه خدامة صارت ست البيت فوق راسنا. لشو هالحكي؟ واضح انك مو عرفاني شو عم تحكي. عيب عيب. العيب على اللي بيعمل عيب. انه تخطف ولد مانو عيب، بس لما انا احكي بصير عيب. اكيد في سوء تفاهم بالقصة ورح تبين الحقيقة. اصلا شو ما كان شو رح تفرق؟ اللي وينها هلا؟ فاتت على الحبس. نيجار، من امتى صار قلبك قاسي؟ ولا أنت هيك من قبل؟ لك أنا قلت لك راح تجي معها. برافو عليها بنتي. بس معلم لو عرفت ما عاد تطلع فينا. ما راح تعرف، مستحيل. نحن شو هدفنا؟ يسمع كمال. إذا كمال عرف إنه ليلى سرقت الملف منه وقتها راح تقوم لأيامه. أهلا وسهلا ليلى. بابا. أهلين بنتي. أنت بخير مو هيك؟ ما عملوا لك شي؟ منيح بنتي، بعرف أني حطيتك بوضع صعب. شو اللي عم تحكي بابا؟ بكل الأحوال أنا ما فيني أتخلى عنك.
بابا، إذا بتبعد عن هالمكان لفترة بيكون أحسن. شو في داعي بنتي؟ عطيناهن الملف وخلصنا. برأيي لسه. كيف؟ كيف لسه؟ ملف المناقصة اللي عطيتهن إياه مزيف، ما كان في قدامي حل تاني غير هيك، ولهيك أنا عدلت على ملف مناقصة قديم وبعدته. هالشي رح يشغلهم لفترة، وبهالوقت نحن لازم نلاقي حل. وأنا اللي كنت مفكر. المهم إني قدرت ساعدك بابا. ما في حل قدامنا منوب غير نستنى القاضي. عملت كل جهدي. حاسس في كذبة كبيرة بهالقصة، وما عم بعرف شو الحقيقة ولا حتى مين يلي كلامه مزبوط. أخي أمير، كيف ريحان؟ أختي، شو إلك شغل هون؟ عندها شي بدها تقوله. جاي أقول شهادتي أخي، ريحان ما أنا مذنبة أبدا. كل القصة أنها عم تحاول تساعد زينة، وحاولت تحميها من مرت أبوها لأنه كانت عم تضربها. يعني كان عندك علم بالقصة؟ سونا، استنى شوي أخي. عمي أنا بدي فوت وأقول شهادتي. تمام، خليني أشوف الضابط شوي. أخي خلينا نخبر بابا كمان، أنا متأكدة أنه رح يكون في عنده حل. استني شوي، استني سونا، بدي إياكي تشرحي لي كل شي صار من الأول بالتفصيل. تمام، من الأول. وينك هلا يا ترى؟ قلبي غليان عليك. يا رب ما إلي حدا غيرك. إذا بيصير علي أي شيء بسببي أنا مستحيل سامح حالي شو ما صار. شو بلشنا بالبكة من أولها بس على الفاضي؟ ها بعد ما تفوتي لهون ما في طلعة، وأحسن لك تتعودي. بترجاك طالعني من هون، بترجاك الله يوفقك عمو طالعني من هون، أنا خايفة. إيه بترجاك طالعني عمو، أنا خايفة كتير. شايف الفارة القوية صارت تخاف؟ ليكي شايفة هاي الفتحة اللي هنيك؟ فيها فيران صغيرة مثلك. أصحك تنامي ها، ولا رح يطلعوا لك وياكلوا أنفك وأدنيكي، ويمكن ياكلوا أصابيعك. بترجاك لو سمحت، لو سمحت طالعني من هون، أنا كتير خايفة عمو، بترجاك مشان الله. خلص بكفي، لازم تتعودي، رح تضلي هون لتموتي. ما بعرف قديش فيك تتحملي بدون أكل ومي. عمو بترجاك طالعني من هون، لا تتركني، أنا كتير خايفة، بترجاك طالعني، بترجاك لا تتركني هون، أنا بخاف. بترجاك رد علي ورجع لهون طالعني، صدقني أنا خايفة كتير، بترجاك طالعني من هون، لو سمحت رد علي. عمي طالعني من هون، أنا خايفة كتير. شو عملت؟ خوفتها كثير ومستحيل تهرب من هني. شو ما صار ما لازم تهرب، كل دقيقة بتضل فيها هون بيقابلها مصاري، وهي صارت شغلتك من اليوم. بالنسبة لهالشي لا تاكلي هم، بس لا تنسي المصاري. من هاي الناحية لا تاكل هم، لأنه رح نكسب مصاري فوق ما بتتخيل.